هنبدأ مع حضراتكم بأهم وأبرز الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم والمنيا وبني سويف، وأيضا مشروع سنابل سونو بأسوان ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر، وده في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين. ده طبعا بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج. كمان من ضمن أحداث امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وأيضا الحد من سرقة وصلات الكهرباء والتعامل معها بشكل فوري. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والري لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم والمنيا وبني سويف ومشروع سنابل سونو بأسوان ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر، وده في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين بالإضافة لزيادة معدلات التصدير للخارج. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور بش الخصاونة رئيس وزراء الأردن ووزير الدفاع لدى وصوله مطار القاهرة الدولي على رأس وفد وزاري رفيع المستوى لرئاسة أعمار الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المقرر عقدها اليوم الخميس. ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة وإجراء لقاءات ثنائية بين مسؤولي الجانبين في إطار العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في الملفات ذات الأولوية للبلدين. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات سرقات الكهرباء والتعامل معها بشكل فوري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وده بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات، وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة اللي بتربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، مشيداً بكافة الجهود المبذولة التي تسهم في زيادة آفاق التعاون العسكري والعمل المشترك في كافة المجالات. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة مطروح واللي تم فيها توفير 354 فرصة عمل بالقطاع الخاص لشباب المحافظة خلال شهرين. في دمياط تم افتتاح عدد من المشروعات بمناسبة العيد القومي، أما في المنيا فتم تقديم الخدمات العلاجية لعشر تلاف مواطن من خلال قوافل طبية بالمجان. في محافظة الشرقية منظومة الشكاوى الحكومية هناك استجابت لـ 1948 طلب مقدم من المواطنين. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في مطروح أكدت المحافظة إن مديرية العمل بالمحافظة نجحت من خلال مكاتب التشغيل التابعة ليها في توفير عدد 354 فرصة عمل خلال شهري مارس وإبريل الجاري، وذلك للشباب من أبناء مطروح اللي تقدموا بطلبات للحصول على فرص عمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص. في كفر الشيخ بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سخل علوي لربط قطاع الطريق الدائري الغربي بقطاع الطريق الدائري الشرقي وربط طريق كفر الشيخ دسوق وكفر الشيخ طنطا بتكلفة تقديرية 370 مليون جنيه، وتم الانتهاء من نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار كوبري سخل علوي واستكمال الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.
في دمياط أعلنت المحافظة بدء افتتاحات عدد من المشروعات بمناسبة العيد القومي، وتم إزاحة ستار مشروع قسم الغسيل الكلوي للأطفال ورفع كفاءة الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام. في المنيا أكدت مديرية الصحة أنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية خلال شهر إبريل الماضي في عدد من القرى، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 10614 حالة وصرف العلاج ليهم بالمجان. في الشرقية استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة ل 1948 شكوى خلال إبريل الماضي، وأصبحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بتمثل إحدى الآليات المهمة للتواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم ومطالبهم والعمل على حلها والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري. في الأليوبية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن مدينة أليوب اليوم الخميس نظراً لأعمال الصيانة اللازمة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً، وأهابت شركة المياه بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.